طبعا أزمة الانقلابات العسكرية في القارة عاملة مشكلة كبيرة جدا في عامل خطير للغاية اسمه الإرهاب في أفريقيا. النهارده يعني قبل القمة بيومين الرئيس الفرنسي ماكرون كان عامل اجتماع مع يعني دول الساحل والصحراء وغرب أفريقيا اللي هم يعني والجوار مالي ماشي عشان مناقشة القوة الفرنسية اللي موجودة في إطار عملية برخان و في حاجة تاني اسمها قوة تاكوبا اللي هي التجمع الدولي اللي بيحاول يحارب التطرف في القارة الأفريقية. فرنسا أنهت وجودها في عملت انسحاب منظم بدأ بالفعل من عملية برخان اللي هي كانت مكلفة بمطاردة المتطرفين في مالي وجوار مالي. طبعا المشكلة انه كان في انقلاب عسكري حصل في باماكو والمجلس العسكري هناك قال ان احنا مش عايزين القوة دي تستمر. الانسحاب الفرنسي في النهاية ينظر إليه أنه سيؤدي إلى كارت أبيض للقوى الظلمية اللي هناك أن هي تنتشر أكثر. أن هم المتطرفين دول بيروا أن هذا الانسحاب هزيمة للقوات الفرنسية وهزيمة للغرب وهزيمة للتدخل. ولمن يلاحظ ما يحدث على الأرض في القارة الأفريقية هناك انتشار للتطرف وقوى التطرف رهيب جدا. البعض يفسر انه بعد تجديد الضربات في العراق في سوريا في غالبية المنطقة بدأوا يجدوا في المناطق الرخوة اللي موجودة في افريقيا ملجأ كويس جدا بيستغل طبعا الازمات الاقتصادية والاجتماعية وممكن ما يبقاش فيه تواجد مسلمين حتى كتير في حتت بس هو يتدخل مع العوامل دي ويركب الموجة ويهدد الاستقرار والامن. فالقمة في كل امامها تحديات كثيره جدا لكن كان من الملفت للنظر النهارده قالوا ان التنظيم بتاعها مختلف ان احنا لن نعتمد على انه كل رئيس دوله من ال 55 دوله افريقيه هيقف يخطب او ال 27 دوله اوروبيه هيبقى مساله يعني صعبه للغايه حوالي يمكن 80 دوله او اكثر هيقفوا كل واحد لو القى خمس دقائق بس في خطاب هتبقى في مشكله. فقالوا فكره الطاولات سبع طاولات مستديره للقمه بحيث ان كل مجموعه بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في قضيه محوريه نقاش غير تقليدي بحيث ان هو التوصيات ترفع للجلسه الختاميه اللي هتتم غدا الجمعه والخروج بتوصيات عمليه عشان يبقى فيه تحرك بدل من الخطب. هل هيبقى فيه تغير حقيقي؟ هل هيبقى فيه تغير في اليات التعامل ما بين القارتين وتغيير المنهج اللي احنا مستعملينه طول الوقت بحيث ان احنا يبقى في تعاون حقيقي بآليات حقيقية ومختلفة يؤدي إلى تغير؟ يعني أتمنى ذلك لكن الظروف صعبة للغاية لأن أوروبا أيضا مشغولة يمكن ظلال الأزمة الأوكرانية الروسية. النهاردة قبل القمة ما تبدأ الاتحاد الأوروبي كان مجتمع اجتماع قمة عشان يناقش آخر تداعيات الأزمة الأوكرانية فالأمر مش سهل يعني